السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا مريد التمرين 8 صفحة 117. نعتبر الشكل التالي E F G مثلث، بحيث E G يوازي F G. إذا نحدد قيمة العدد X، عندنا X هنا و X هنا. إذا هنا كما كتلاحظوا غنطبقوا، مادام أنهم طلبوا منا نحسبوا الأطوال، إذا غنطبقوا مبرهنة طاليس المباشرة. إذا نبدأ بالمعطيات. لدينا دائما كنديرو اي تنتمي الى القطعة او اف، و جي تنتمي الى القطعة او جي، و المعطى الثاني هو ديال التوازي، اي جي يوازي اف جي. إذن حسب مبرهنة طاليس المباشرة، فإن هنا غادي نديرو النسب ديالنا. إذن عندنا دائما المسافة أو إي على أو إف، تساوي المسافة او جي على المسافة او جي. تساوي القطعتين المتوازيتين، بحال هنا عندنا اي جي يوازي اف جي، اذا كنديرو اي جي على اف جي. دائما المسافة الصغيرة على الكبيرة، اي جي على اف جي. الآن غادي نعوض القيم اللي عندنا. إذن أو إي كما كتلاحظوا تساوي 7 على أو إف، تساوي أو إف يعني 7 زائد 3 تساوي، إذا نكتبها 7 زائد 3 هي 10 للتوضيح فقط. أو جي ما عندناش، غادي نخليها على أو جي، جي ديال جوجل. اي جي اي جي اي جي تساوي اكس ناقص 1 على اف جي، هي اكس زائد 1/4. اذا كما كتلاحظوا هنايا غادي نشوف غير النسب اللي معطيه، بحال هادي تساوي هادي تساوي هادي. اذا هذا يعني كيعني بلي ان 7 على 7 زائد 3 تساوي هذا التعبير، هذا إكس ناقص 1 على إكس زائد 1/4. إذا 7 على 10 هنحسبها تساوي إكس ناقص 1 على إكس زائد 1/4. أي دابا الآن غنحاول ندير جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، نحل هذه المعادلة. إذا الطرف هو 7 في إكس زائد 1/4، 7 عامل إكس زائد 1/4 تساوي 10 عامل. إذا هذا هما الوسطين، 10 عامل إكس ناقص 1. غادي ننشر. سبعة في إكس هي 7 إكس، زائد 7 في 1/4 إذا 7 في 7 49، في 2 98 مقسوم على 2 هي 8، 9.8. نعم للتأكد هي 9.8. 10 في إكس عفوا تساوي 10 في إكس هي 10 إكس، ناقص 10 في 1 هي ناقص 10. إذن هنا غنحاول نرجع المجاهيل للطرف والمعالم للطرف. 7 إكس نخليها هنا ونجي معها 10 إكس. 10 إكس كما كتلاحظوا هنا مسبوقة بزائد، تالي غترجع ناقص 10 إكس. غنخلي هاد ناقص 10 هنا، وهاد زائد 9.8 غنرجعها ليه، غتولي ناقص 9.8. نحاول نكمل هنا. إذن
هنا 10 7 إكس ناقص 10 إكس كتعطينا 3 إكس. عندي ناقص 10 ناقص 9.8 هي ناقص 19.8. باش نحيد هاد ناقص 3 نقسم الطرفين على ناقص 3. ناقص 3 إكس على ناقص 3 تساوي ناقص 19.8 على ناقص 3. الهدف ديالي هو نختزل هذه مع هذه ومنه تبقى لي إكس تساوي 19 على 19.8 مقسومة على 3. 19.8 مقسومة 3 تساوي 6.6. إشارة كتختزل. بالتالي إكس كيكون هو 6.6 هو اللي كنقلبو عليه. شكرا على حسن المتابعة.